السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز جايب لكم اليوم حلقه جديده من سيتي سكاي لاينز. بس قبل لا نبدا يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا نبدا. شوف الشرطه جت تمسك لنا ناس هنا. وين الشرطي؟ اوكي، ما ادري سوى رجع. الحلقه اللي راحت، اول شيء شكرا لكم على تعليقاتكم، وشكرا لكم على الدعم الرهيب السلسلة هذه، فشكرا لكم على النصائح برضو الرهيبة اللي قلتوها لي. واكتشفت اني غبي، قلت اقول شلون يزيدون السكان وانا ما وحنا اصلا بالاساس ما سويت مباني. قلت فايز شلون بالله تبيعوا يزيدون السكان وانت ما حطيت مباني؟ شلون تبيعوا يزيدون بالعقل؟ هذا ملعب كورة، اشوف حاطين معتبرينه حديقة، جايبين كلاب و... طيب قلتوا لي فايز لازم تبني مباني علشان يزودون السكان. او شيت، اكره المصايب، اكره تصير عندك مصيبه هنا. ادري انك تبي برضه. طيب وش دخلني انا اذا ما هذا ما في وركرز؟ طيب هو انت ما في كاستمر صح؟ لا وركرز. طيب نبي نبني المنطقه هذه. انا افكر احط بيوت جديده هنا المثلث هذا، او اخليه هنا. بشكلي بخليه هنا، بس ما ابغى يوصل سكه القطار. بس خطا يصير بيوت عند سكه القطار، مره خطا. فايش بنسوي؟ معنا فلوس؟ معنا فلوس. فاول شيء نبي نجيب طريق، نفس الطريق هذا نبغى بالضبط، نبغى نفس الطريق. ممكن هذا صح؟ المفروض هذا يب نفسه. طيب بخلي هنا في منطقة سكنية، اوكي؟ مدينة خليج السر، يب يمدي. اوكي جت فكرة ببالي. طيب دقيقة، ابى امشي الشارع هذا، هذا وش الطريق؟ لا هذا الطريق الكبير، اوكي. اللي هنا صح؟ مفروض ان هذا. الله، ليش؟ طيب خليني ابدا من هنا. اوكي جاني انلوك رود، اوكي فتح طريق جديد اتشيفمنت. طيب ايوه اوكي ضبط. ابى اخلي يجي هذا الطريق يمشي هنا. تعجبني الجسور حلوه، الجسور تعجبني. بخلي كذا، اوكي. وبعدين هنا لا لازم نفق. ليش لازم نفق؟ لان في شيء الغبي هذا. طيب مو مشكلة، مدينة نسوي كذا. طيب او نفس الطريق فايزت مرة صغير. يب. طيب المشكلة ما فيها رجوع اللعبة، يب ما فيها رجوع صح؟ لازم تهد اللي سويت. اوكي طيب لو نجيبها مني، خلونا نجيبها من هنا. اوكي بجيب الطريق من هنا. اول شيء ناخذ هذا، اكمل. لو يجيب الطريق من هنا بيضبط او لا؟ يعني زي كذا. اتوقع يضبط صح؟ اشوف المنطقة هذه كلها جسر. اوكي ما ادري ليش، بس المنطقة هذه فيها عشب، لكن مو مشكلة. اوكي صار في هنا جسر صغير، بس اوكي احسه ما يحتاج اثنين. اوكي المهندس عايز كذا. طيب المهندس عايز كذا، على المهندس عايز كذا. طيب ضبطنا. ادري شكله مو حلو لكن ما علينا. خلونا الحين نضبط المدينة او الاحياء الجديدة هنا. قلتوا لي فايز بديك تسمي الاحياء، فبجرب نسمي لنا حي ان شاء الله. بنحط ما ابغى اسوي تقاطعات كثيرة، وقف هنا. اوكي بعدين اجيب هذا. لا ممكن اوكي يكون الحي هذا مرة عجيب. فايز اجين عشوائيات، مو عشوائيات لكن بيكون ان شاء الله شكله بيكون حلو ان شاء الله. لا ما راح اسوي جسر ثاني، خلاص اوفر.
طيب في طريق يمديك تسوي هذا صح؟ تسوي طريق مائل صح؟ لا لا لا. طيب هنا ما ادري ايش قاعد يصير لكن بنحاول نضبطه. دقيقة لو اقول كذا لا ما ابغى يصير. ليش ما تلف الجهة الثانية؟ طيب يمكن اذا خليناه من هنا. لا لف الجهة الثانية ممكن. ابغى يجي. طيب لو نجيبه من هنا لحظة يمكن تستهبل. لازم تجيبه من هنا وبعدين ابغاه هنا. لا ممكن الجهة الثانية. ممكن الجهة الثانية. اوه شيت ينوات. اوكي اوكي وخلك كذا. طيب في بتكون في منطقة هنا لكن مو مشكلة. طيب وبعدين خلنا نرجع الاساسي. لا مو هذا الاساسي. الاساسي قصدي. اوكي بعدين شو نقسمها؟ بعدين بقسمها من هنا يكون واضح ان شاء الله. حلو ان شاء الله. اوكي وبعدين نقسمها برضو من هنا بس شكلها صح كذا. حلو الموسيقى كانها عالية صح؟ دقيقة الموسيقى احسها مرة عالية. خلنا نقصر فيها شوي من هنا. اوكي طيب ايش كنا نسوي؟ نجي هنا. لا هذا بيكون هنا وبعدين الاخير بيكون كذا. اوكي الحي هذا احسه كذا حلو. اوكي هذا حي جديد. المنطقة هذه راح نشوف لها بعدين حل ان شاء الله. يمكن نحط حديقة نحط شيء اذا ضبط الامر. اوكي الحين بنيجي هنا. لا قبل قبل صح 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 نسيت اهم شيء صح. اوه الماء عندنا بيصير فيه مشكلة. نوصل الماء كذا. اوكي وبعدين نقسم على المنطقة هذه وبعدين نقسمها برضو بالمنطقة هذه كذا. حلو قلتوا لي فايز نبغى احسها بتكون صعبة. قلوا فايز طول الحلقة. إذا صارت الحلقة مرة طويلة أحسها بتكون مرة تطفش. إن في ناس بيحبون حلقات قصيرة. هذه مشكلة. ينوات بس لو بنسوي كذا. أوكي. الحين البيت هذا بيحقد. ليش ما عندي؟ طيب كذا أوكي. أوكي واسطة سويناها كذا. طيب لما بيكون عندنا مشكلة. برضو الكهرب الكهرب. لا كهرب راح يكون وضعه ان شاء الله تمام مع ان راح نستهلك كثير. طيب الكهرب راح نزود مولد اتوقع. اوكي عندنا 3 مولدات و4 مراوح. ما اتوقع بزود مولد. راح ازود مروحه. بزود مروحه احطها هنا. انا ودي اشتري المنطقه هذه. طيب ما راح نزود لان ما نشتري المنطقه هذه. اوكي اشترينا المنطقه هذه راح ازود حاليا. خلونا نبدا. اوكي الطلب عندنا مره كثير. نبدا يمديني احط هذه لكن لا لا بناخذ مكان عاديين. اوكي يلا في اراضي هنا للبيع سرعه. فلوسنا تمام. اتوقع ناخذين احنا قرض اتوقع اذا ماني غلطان. طيب اوكي لا بحدد انا من نفسي شلون كان هنا عشان يمدي يوصلون الكهرب. اذا حددت عشوائي بيبنون هنا وبيقولون فايز ما عندنا كهرب. لا نبغى شيء يبنون المنطقة هذه وبعدين المنطقة اللي تحت تدريجيا. اوكي ادري ان لو ارتفع فوق بحصل مليون مصيبة. يب منطقة تجارية. اوه عندنا مشكلة في اوكي اوكي عندنا مشكلة. كنسل هذا كنسل هذا. عندنا مشكلة في هذا. خلصت صح 44% فل. المشكلة عندنا ثلاث عندنا ثلاث حقت. طيب ليش وش المشكلة ليش ما توصل؟ والله ما ادري اخي زين المنطقة هذي. والله في مصايب مرة كثيرة. طيب مشكلة الزبالة ما ادري الصراحة وش حلها. يقولون الزبالة فل.
طيب زبالة فل، المفروض الشاحنات زبالة توصل لكم يعني، المفروض اخذ واحدة احطها عندكم هنا بالمدينة. ما اتوقع. طيب هذول بنوا هنا، اوكي الكهرباء وصل عندهم صح؟ يب. الحين نكمل. ما ادري بصراحة مشكلة، يا ريت اللي يعرف مشكلة زبالة يكتب لي، انا احسها بتكون مرة غثيثة. حط برضو المنطقة هذه، اوكي بدا ينقص حلو. ما ادري بصراحة. طيب اللي بسويه اتوقع هذه وش فيها؟ ليش خضرة؟ فل 100%. شت. طيب يلا شيلوه صفوها. هذه برضه احنا قلنا صفوها صح؟ يب. طيب صفوا هذول، صار عندنا مشكلة. طيب ابى اجيب هذه محرقة، اوكي وبحطها هنا. ما ادري احطها هنا او لا، حطها هنا اوكي، بتصير قريبة المنطقة هذه وان شاء الله بتسكتهم شوي. اوكي احنا على الخط الاحمر، فهذه مرة مشكلة، لازم نعدل المشكلة هذه، لازم نعدلها بأسرع وقت. طيب ما تعدلت، نحط ثانية؟ ما أتوقع نحط ثانية. طيب إذا فضلت المنطقة هذه وهدينا هذول الثنتين بحط بدالهن، أوكي حاليا لا. طيب في هذه آخر وحدة، ما في أتوقع، لا ما في غير، بيتعدل وضعها إن شاء الله، إن شاء الله بيتعدل. طيب عندنا طلب على المطارق، على المناطق التجارية قصدي. طيب المناطق التجارية مدينة، هذا صار هذا صح، كل المناطق التجارية مفروض صح، مفروض كل منطقة. يب يب، بس حطينا احنا مكاتب هنا او هنا المكاتب. يب يب، هنا مناطق تجارية كبيرة. اوكي طيب نحط هذه المنطقة التجارية، بنحط هذولين. اوكي وبعدين ليش ما نحط هذه كلها؟ حط هذه كلها اوكي. الطريق العام قلت ما راح احط فيه شيء. مشكلة زبالة، شت اشتغلهم، ليش ما يشتغلون؟ والله ما ادري. طيب اوه ما حطينا دفاع مدني هنا اتوقع صح؟ يابا المنطقة هذه مشكلة، لازم نحط لهم طلعوا هنا. انا اشوف اكبر مكان تغطيه. يب هنا حلو، حط هنا اوكي، هنا مكان حلو. وشرطة برضو، حط الشرطة برضو بجنبها. اوكي في واحد قال فايز كثر من المدارس يتعلمون. عندنا واحد اثنين، بس اثنين ثلاث هنا. اوكي لازم نحط رابع هنا عند المنطقة هذه، اوكي هنا رابع حلو، يصير وضعهم حلو. طيب بنكثر مدارس، احنا حطينا ثانوية توقع ومدرسة ابتدائية، عندنا مدرسة ابتدائية يب، وعندنا ثانوي يب، عندنا ثانوي هذه مكتبة. طيب نحط مكتبة، بحط مكتبة بالمنطقة الجديدة هذه، تكون في مكتبة المفروض تكون داخل المدينة عشان تعطي أكبر من التغطية، أكبر ممكن. يب كذا المنطقة دي كلها بتكون، لكن ما أدري يوصل الكهرباء، بيوصل الكهرباء إن شاء الله. طيب بحط منطقة أو بحط مدرسة ابتدائية. أوه ما معي فلوس، 7000. شت كمي. طيب تحتاج وقت فلوس شوي. طيب هذول شكت يشتكون من برضه من الزبالة، مو مشكلة راح تنحل إن شاء الله، مشكلة راح تنحل بإذن الله. حاليا مش كنا بنسوي، نحتاج نزود السكان، نحتاج كم عشان نفتح المنطقة هذه؟ بنقل المنطقة الصناعية كلها هنا. ممكن نشوف الليفل؟ أوه باقي لنا شوي، باقي لنا شوي حلو. الحين 13، أوكي باقي لنا شوي. طيب يمدينا نزود سكان شوي، خلونا نزود سكان. نحط سكان هنا، عطني هذه. حط هنا، حط هنا، حط هذه كلها منطقة سكنية. واحد بيبني هنا بكيفه، خلوه يبني هنا. برضو لا عطني هذا،
ابغى يبدأ من هنا، اوكي؟ هذه كلها منطقة سكنية. حلو، تاج سكان، اوكي. ان شاء الله يكفي هذول، ان شاء الله يكفي. مدينا نحط المنطقة هذه لان الحين صار في كهرب هنا. يب، صار في كهرب. يعني مدينا برضو نحط المنطقة هذه كلها منطقة سكنية. بخليها كذا، اوكي. ما ادري ليش هذول صار كذا، لكن اوكي. عشان ما تزعلون فايز. طيب خلاص، برضه يلا هذا اوكي. ان شاء الله هذا يكفي، يمدينا نص 16 ان شاء الله. لكن مشكلة الزبالة لسه ما انحلت. يا اخي ايش تبون اسوي؟ وش اسوي لكم؟ حط وحدة هنا، ما اتوقع تروح فيها المنطقة هذه تندمر. حط زيادة، والله ما ادري. هذه فل، خلينا نقول فضوها، اوكي فضوها هذه. اصلا ما يمدينا، ما معنا فلوس. 30 ما معنا فلوس. طيب ننتظر فلوسنا، ما ادري وين راحت، فجأة طارت. طيب نحط منطقة تجارية، منطقة تجارية. لو نشري الارض هذه بخلي الصناعية زي ما قلت لكم هنا، وبيكون المنطقة هذه كلها منطقة تجارية، تكون كبيرة مرة. صناعية بتكون كلها وراء البحيرة هذه أو البحر اللي هنا، بتكون هنا كلها منطقة صناعية. بس لما نوصل 16 إن شاء الله، نوصل 16 إن شاء الله ونشوف حل. هذه هذه كم بيجي المفروض تخلص؟ 39، والله مطولة. أوكي، وضع إن شاء الله كذا تمام. طيب بنحط حدائق، حدائق بضبطن المكان. اوكي، المكان اللي احمر بنحط فيه حديقة. نحط هذه حقت اطفال. يوب، هذه مرة كبيرة. حلو، هاي تصلح بجنب المكتبة، اوكي. بس ابغى وحدة تاخذ المكان كله. لا، في اكبر. اي هذه، اوكي هذه بتكون هنا. معليش معليش، ما يمديك تبني، اخذنا المكان. اوكي، بيكون شكله مرة حلو جنب المكتبة. اوكي، في منطقة حمراء، في منطقة حمراء هنا. نحط له وحدة صغيرة، اوكي. هنا، اوكي. هنا ما يحتاج اتوقع. المنطقة التجارية لازم نحط فيها. طيب ناخذ نوع ثاني، ناخذ مثلا، اوكي هذه العاب. اتوقع تصلح بالتجارية صح؟ لا ما تصلح، تصلح تصلح، مو مشكلة. بس غالية، كم سعرها؟ 5000. لا مو مرة، الرينج حقها مرة كبير، مرة كبير. فنحطها مفروض. طيب لو حطها هنا وش يصير صح؟ أو لا، لا هنا ما تصلح. خلو خلو بعدين، اوكي كنسل كنسل. خلينا نجمع فلوس، نبغى نشري حقت هذه، نحتاج 30. طيب بسرع اللعبه، سرع الوقت شوي. شوف راحت مشكله الزبائن. لا والله لسه. شت 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 شت. طيب ليش، وش المشكله؟ عندنا اكثر من وحده. حطينا كم هنا؟ حطينا 3. خلينا نشوف هنا، 3 4. احط 5. الله ما ادري، 3 4. خلينا نحط 5، اوكي. بحط 5 وان شاء الله تعدل الوضع. بحطها هنا، راح تعدم الدنيا. اذا تجينا لا احطها بجنبه 5 بس وخلاص. فايز ايه؟ الله ما ادري. لا بحطها هنا، اوكي. ليش؟ اوكي ما يمدي اصلا احطها هنا. وش في حديقة هنا؟ طيب هنا يمدي، هنا يمدي عشان يفضون هذه بسرعة، فبحطها هنا. اوكي، ان شاء الله تحل المشكلة، ان شاء الله تنحل المشكلة. 5 الحين عندنا، نقول ان شاء الله تنحل المشكلة. شغالة؟ يب شغالة.
ما ادري شو مشكلة الزباين، لكن ان شاء الله تنحل كذا المشكلة ان شاء الله. يقول ان شاء الله. اوه ماي جاد، اوكي كأني اشوفها بدت يختفين. اوكي احس انحلت المشكلة. اوكي انحلت المشكلة. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، اذا بعدين نقلت المصانع هنا يمديني انقلهم؟ اتوقع يمدي. ايه يب يمدي يمدي. حلو يعني مو لازم ننتظر زي هذا. حلو حلو. طيب هذا قلنا له شيلونه صح؟ يب. 80 والله مطولة، و 86 33 مرة مطولات. طيب شرينا هذه وضبطنا وضعنا. طيب نحتاج ابتدائية، كنت بحطها هنا. المدينة هذه ما عنده مدرسة، فيحتاجون إلى مدرسة لازم. مدرسة بتكون ما أدري بصراحة وين بتكون. هنا حطها بالنص. أوكي صارت عندهم مدرسة. حلو حلو. ثانوية لا، المنطقة هذه لازم يكون عندهم مدرسة، لازم يكون عندهم ابتدائي وثانوي، لأن منطقة مرة. أوكي طيب نحط حديقة، بنحط حديقة صغيرة هنا مثل هذه حقت الأطفال. أوكي بحطها بالمنطقة هذه عشان بس تعطي تأثير هنا، وأحط ثانية هنا عشان تعطي تأثير هنا. أوكي المنطقة هذه بتكون مرة رهيبة. سألتكم الحلقة اللي راحت عن كيف تبون الشارع أو الطريق، قلتوا لي خله بالطول نفس هذا. أوكي وراح نسوي الحين طريق هنا، أبغى نفس الطريق هذا بالضبط. ممكن أتوقع هذا أو هذا، والله ما أدري، هذا أتوقع. فبنسوي الطريق بنفسه بالطول، يبدأ من هنا. لكن المشكلة هنا عندنا ملعب. طيب مو مشكلة فايز، هاي تاخذ كذا لفة. هذا بلعب المدينة لازم. اوكي ايش قاعد اسوي، لكن مو مشكلة. لا 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 كذا ما ينفع، ما يصلح ابد. خلي اكمل. اوكي كمل، حاول ايش بك هنا، صار شكله لا بالعكس بتكون شكله حلو. اوكي اتوقع بيكون شكله حلو كذا، بس في منطقة بتصير هنا مرة فاضية. شت اوكي مو مشكلة، راح نعدلها بعدين. طيب هنا بنحط، اوه ماي جاد رجعت مشكلة الزبالة. اوه ماي جاد، وبرضه يحتاجون مقبرة، احنا ما حطينا لهم مقبرة، ان في واحد مات هنا. حطينا صح مستوصف لكن مقبرة ما حطينا. بس المستوصف حطينا، يب هذا. طيب نحط لهم مقبرة، يدفنون موتاهم. لحظة وين المستوصف؟ بجنب المقبرة. لا لا ما يصلح بجنب. طيب المقبرة وين بتكون؟ تكون هنا؟ يلا يلا ليش لا؟ ورا المستوصف صح؟ تقريبا بالدور اللي فوق يحذفون على طول بالقبر. حلو. طيب مشكلة الزبالة مرة مشكلة. طيب وش الحل؟ اتوقع لو اجي عند المنطقة مثلا هددت لو اجي مثلا، اوه ماي جاد بادين ينقصون الناس السعادة حقتهم. طيب لو اجي عند المنطقة هذه واقول لهم وين 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 هذه. اوكي مثلا نقول المنطقة هذه الجديدة ابسويها. اوكي المنطقة هذه خلنا نحدد. اوكي مدينة صغيرة، يب انتم مالكم شغل، انتم مالكم شغل، ثم انتم تبع المنطقة. حلو مالهم شغل هذولا. اوكي المنطقة تبدأ من هنا، اقول المنطقة هذه الحي هذا بالمعنى الاصح. شلون احدد؟ اوكي كذا
نقول لهم الأوامر، نسوي له إعادة تدوير، يعني الأشياء اللي عندكم سووا لها إجباريا إعادة تدوير، أوكي؟ عشان نوفر، عشان ما يصير في زبالة كثيرة، سوينا إعادة تدوير. وبرضه إجباريا يزرعون، لا دخان، لا بس إعادة تدوير. برضه كل المناطق بيسووا زي كذا، أوكي؟ كل الأحياء بيسووا كذا، وبعدين بنسميهم. طيب أول شيء نروح للحي برضو هذا اللي أحسه، أعطني متوسطة، الحي هذا يبدأ من هنا. لا 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 لا، جبنا العيد، جبنا العيد. الحي هذا يكون كذا، أوكي، بنفس الطريقة الحي هذا. بعدله بعد شوي بحددهم صح. طيب والحي هذا برضو نفس الطريقة، نفس الفكرة برضو، انتو يشملكم النظام، اوكي. الحين عطني الصغيرة هذه، خلونا نحددها صح. انتم تبع الحي هذا، اوكي كذا حلو صح. اوكي كذا حلو، حددناه صح. اتوقع كذا صح. في شيء داخل خطأ؟ لحظة، لا هذا كنسل. انتم ماكم شغل، هذا مع نص صلح ونص صلح. نص بيت داخل الحي ونص صلح. طيب برضو الحي هذا نفس الفكرة، نجي هنا ان شاء الله هذه تحل مشكلة. نعطيه إعادة تدوير إجباري، الأشياء اللي عندكم إعادة تدوير تخفف مشكلة الزبالة إن شاء الله. إني أشك لكن نقول إن شاء الله. وهنا برضو نفس الشيء، بسميهم بعدين، بسمي الأحياء، لكن حاليا خلنا نهتم أو نركز على اللي إحنا قاعدين نسويه. برضو المنطقة هذه كلها بتكون نفس الفكرة، وبعدين نحط لهم قوانين، نحط لهم ضرائب، لكن حاليا بنسوي كذا، اوكي. تمام، مو تمام، في هنا جبت العيد، اوكي هذا المفروض يصير كذا، اوكي كذا تمام تقريبا، تمام تقريبا. نيجي هنا ونفس الفكرة ان شاء الله، اجين تخفف مشكلة الزبالة إن شاء الله. لا ما حطيت، ما حطيت كنسلتنت، لا حطيت، أوكي حطينا حلو. إن شاء الله بتخفف مشكلة الزبالة إن شاء الله، لأن مشكلة الزبالة أوه ماي جاد، عاد حاطن خمس، ليش وش المشكلة؟ ليه كلهم طريق خاص أسوي لهم؟ ده ما له أي دخل، ما له دخل والله، مشكلة ما أدري شو الحل بصراحة. حطيت خمس، هنا ثلاث، وهنا أربع، وهنا خمس. يا ليت اللي يعرف المشكلة هذه يكتب لي الحل. مشكلة زبالة شت. أوكي السعادة عندنا صفر، ناس مرة قافلت معهم، لأن ليش؟ لأن عنده مشكلة في الزباين، شوفوا مدينة. ما أدري بصراحة وش الحل. يا ريت اللي يعرف الحل يكتب لي تحت، وبوقف الحلقة هنا وبشوف حلكم، أو بشوف الحل اللي تقترحونه علي، وبرضه أشوف تعليقاتكم، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.